الكاتب والمختص في العلاقات الدولية سي بشير الدخيل، المخرج والسيناريست والمنتج سيد إيسا سيرج كويلو، الفنان وكاتب الكلمات سيد نبيل جاي، وأخيرا طبعا رئيس لجنة التحكيم المخرج وكاتب السيناريو سي محمد مفتكر. بغيت تفضل مشكورا. 15 فيلما، 210 مرشحة لما حسبتوهاش وقيلا، 14 جائزة، وعلى لجنة التحكيم التي أتصرف برئاستها أن تحسم وأن تحاول قدر الإمكان أن توفق في اختيارتها. وتعود لشريف العرق عن فيلم شريف فوزي بن سعيدي عن فيلم دونك الفوز هنا بالغران بري في طنجة فرحة كبيرة. هذا الفيلم هذا كان عندنا واحد المشوار في مهرجانات دولية، واليوم تنسالي هذا المشوار هنا في طنجة في الوطن ديالنا، وفرحة كبيرة، فرحة ليا للطاقم التقني الممثلين اللي كانت أول تجربة ديالهم في السينما، ودونك فرحة كبيرة وشرف كبير، ونتمنوا الأفلام الجاية تبقى في هذا المستوى هذا إن شاء الله. وكما تنقول غنهديها للممثلين الأساسيين ديال الفيلم اللي كانوا ساهموا بزاف في نجاح هذا المشروع هذا، وجميع الطاقم، لأن كان عندنا واحد التصوير بالليل بالدار البيضاء فكان صعيب بزاف، وكل شيء خدم بقلبه، والحمد لله النتيجة كانت في الموعد. كل شيء غيفرح بجائزة نورمال، على ميرسي توقع والحمد لله. فوالا كان هدية للجمهور اللي عجبو تريبل ا. فوالا الفيلم اليوم فيلم مذكرات، يتوج للمرة الثانية. في الصباح كان هناك تتويج من طرف الجامعة الوطنية للأندية السينمائية، والآن تتويج من المهرجان الوطني للفيلم بطنجة في الحفل من خلال لجنة التحكيم الرسمية، بعد حصول الفيلم كذلك على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان تطوان الدولي. سعيد بهذه الجائزة، وهي جائزة الإخراج لأنها تخصني مباشرة كمخرج، وسعيد كذلك على أنه في لحظة مفصلية في تاريخ هذا المهرجان، في هذه القاعة الجميلة والتحول اللي يعرفه المهرجان، أن الفيلم يتوج، فهذا سيبقى خالدا في ذاكرتي وفي ذاكرة من اشتغلوا في هذا الفيلم. خديت الجائزة الكبرى ديال الفيلم الوثائقي بمهرجان الوطني بطنجة. هذه الجائزة غالية جدا عليا، لأنها كتحكي لي بزاف ديال الحوايج. أنا كبرت في هذا المهرجان، يعني من 2007 وأنا كنحضر ليه، وهذه أول جائزة لي بمهرجان طنجة، وآخر مهرجان غيحضروا فيلم ديالي، لأنه دار في العالم وهذه ختامه مسك. الحمد لله كل شيء داز مزيان. الأمور يعني لجنة التحكيم شاهدت الفيلم وارتأت أنها تعطيه الجائزة، وهذه الجائزة هذه كنبغي نهديها لجميع شخصيات فيلمي. Thank you.
جائزة السيناريو، جائزة أول عمل رجالي، جائزة مفرحة لأنها مشجعة من طرف البروفيسيونيل ديال الميدان في هذا المهرجان الكبير، دونك صافي توجور بليزير. كنهدي هاد الجوائز اللي خديت، الجائزة السيناريو كنهديها لنادية كمالي مروازي لأن الكاتبة اللي كتبت معايا، وكنهديها لفريق العمل التقني والفني اللي اجتهدوا في هاد الفيلم. الدورة 24 كما لاحظتم، كما سبق لي أن أعطيتكم التصريح الأولي، كنت متفائلا بنجاح هذه الدورة، وأعتقد أن هذه الدورة كانت ناجحة بكل المقاييس، لا بالنسبة لهذا المعلم التي تنظيم هذه الدورة فيها، ولا بالنسبة للأفلام التي كانت مبرمجة، ولا بالنسبة للجوائز النهائية كما تابعتم قبل قليل. كانت ناجحة أيضا هذه الدورة بما يتعلق بالبرمجة الموازية، يعني المواعيد المستديرة والكونكور بيتش اللي كان موجه للبرامج ديال الشباب. الجائزة الكبرى لأنها مستحقة، وعمل متكامل، عمل فيه جميع شروط الفيلم الكبير من ناحية الحكي، من ناحية الإخراج، من ناحية يعني السرد، من ناحية التصوير، من ناحية، هو عمل متكامل، وغالبا الجائزة الكبرى تعود للفيلم المتكامل.